بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الكريم تاجي في موظف عضو الخلية المكلف بالتعليم وقضايا الشباب ومنسقها. هذه الندوة الموسومة بعنوان إمداد الملكي والتحديات المعاصرة تأتي في إطار مجموعة من الأنشطة التي برمجتها خلية وهي نواة أنشأها المجلس العلمي المحلي بمراكش لتكون هيئة أو نواة أو بذرة من أجل الإشعاع العلمي والفكري والثقافي والديني. وكان من نتائج هذه الخلية وهذه النواة أن فكرت في إحداث أو تنظيم ندوات وطنية سنوية. مرة الأولى في السنة الماضية بعنوان الخصوصية الدينية المغربية وإسهامها في مواجهة الغلو والتطرف، وكانت ندوة وجيهة توجيهية ألقت الأضواء على مجموعة من القضايا والمواضع التي تصب في مجال الوسطية والاعتدال والمرونة والتيسير والتبشير والابتعاد عن التنفير وكل ما يمكن أن يزج بالأمة فيما لا يحمد عقباه. أيضا تأتي هذه الندوة في هذه السنة التي ستكون بحول الله تعالى وبفضله يوم 16 ماي 2016 بقاعة محاضرة كلية الأدب والعلوم الإنسانية، وهي ندوة تتحدث عن ثابت من ثوابت الأمة المغربية، ثابت المذهب المالكي، وستتلوها إن شاء الله ثوابت الأخرى التي هي العقيدة الأشعرية والتصوف السني وإمارة المؤمنين. وشارك فيها سيشارك فيها أو سيؤطرها مجموعة من الأساتذة والباحثين والعلماء من مختلف أماكن وجهات المغرب، بما في ذلك رئيس مجلس عميم محلي بالفحص أنجرة وعضو المجلس العلمي المحلي بوجدة وأحد أعضاء المجلس العلمي المحلي بإنزقان، إضافة إلى مجموعة من الأساتذة والباحثين بمختلف مدن المملكة. سائلين الله تعالى لهذا النشاط ولما يتلوه من الأنشطة الأخرى كل التوفيق والسداد، والسلام عليكم.